وسلم. غوطة دمشق الغربية، الجبهة التي لا تهدأ على تخوم العاصمة، تكمن أهميتها في كونها خط الدفاع الأول عن درعا والقنيطرة، وبسقوطها يصبح الطريق أمام النظام مفتوحا، وبالتالي نقل المعارك خارج عاصمته المحصنة. المجاهدين يقومون بتصدي لقوات النظام على استراد السلام. تدرك المعارضة السورية أهمية الغوطة الغربية، فتصعد من عملياتها العسكرية ضد النظام، كان آخرها السيطرة على بلدة الدير خبية بعد معارك لم تدم أكثر من ساعتين. توسيع المعارضة دائرة سيطرتها سيزيد الخطر على طرق إمداد النظام، لا سيما أوتوستراد السلام المار من قلب الغوطة نحو الجنوب. فحول النظام البلدة إلى حطام جراء قصف جوي وحشي. بعد اقتحامها بمدة نصف ساعة تقريبا، اقتحام ثلاث حواجز والتلة، حاجز التوتة والحاجز الرئيسي والحاجز البساتني، الحمد لله بفضل من الله ومنته. وكما ترون خزان القتل، خزان الدرخبية الذي كان يتمركز عليه القناصين الذين يقتلون الأبرياء والفلاحين من حوله. دارية، زاكية وخان الشيح، جبهات لا تهدأ هي الأخرى، فالبراميل والصواريخ لا تفارق سماءها. وعلى الرغم من الآلة العسكرية، ما زالت دارية شوكة في أحلام النظام وحجر أساس للغوطة الغربية، وما زالت على أعتابها مدرعات الأسد وجنوده. أن هكذا تكون نهاية الظالمين.